اهلا بحضراتكم من جديد، وندخل بسرعه في ترند الاهلي ونشوف العناوين والناس اتكلمت على ايه امبارح بعد مباراه الامس امام حرس الحدود. وبالتاكيد كان في انتصار، كانت في لقطات وكانت في صور وتغريدات الناس اهتمت بيها من السوشيال ميديا سواء عبر الفيسبوك تويتر او حتى انستجرام. ودايما الاهلي بيكون هو الحلقه اللي الكل بيتناول وبيتحدث عنها في اي مباراه سواء قبل او بعد، ودايما النادي الاهلي بيكون حديث كل المهتمين عبر السوشيال ميديا. نبدا اول حاجه من الصفحه الرسميه للنادي الاهلي اللي اشارت الى احتفال 8، احتفال وليد سليمان بالامس واحتفال مجدي قفشه بعد مباراه المباراه حرس الحدود والهدف الثاني برقم 8. احتفال رقم 8 ده يحمل الكثير. ممكن تتكلم على لاعب بنفتقده جميعا، نجم مؤمن زكريا ان شاء الله الفتره القادمه ان شاء الله يعود سريعا ونطمئن على صحته باذن الله. دايما مؤمن زكريا في قلبنا وفي عقلنا وكلنا بنهتم بيه بالنسبه للفتره اللي جايه. ممكن رقم 8 بتتكلم على عيد ميلاد محمد بركات، كل كان بيحتفل بعيد ميلاد الزئبقي بالامس، فاحتفال رقم 8 ده بيحمل الكثير، لان بالتاكيد الحاجه الاكبر بقى بالنسبه لنا رقم 8 8 نقاط على حسم الدرع والفوز ببطوله الدوري رقم 42. فبالتالي رقم 8 ده بيحمل من المعاني الكثير. محمد بركات، مؤمن زكريا، الاحتفال بدرع الدوري، لكن يبدو ان كان في اتفاق ما بين وليد سليمان ومجدي قفشه بالنسبه للهدف او حتى بعد الاحتفال. يلا كوره كمان من الصفحه الرسميه على الفيسبوك، قالوا بدأ العد التنازلي، الأهلي يحتاج إلى 8 نقاط لحسم لقب الدوري بشكل رسمي. قدامنا رقم 8 وجنبيها درع الدوري. اللي مش متابع ممكن يفتكر رقم 8 ده عدد مرات الفوز. الأهلي فايز بالدوري 41 مرة، ماشي في النجمة الخامسة، عمل 4 نجوم، كل نجمة ب10 بطولات وماشي في النجمة الخامسة، والبداية إن شاء الله في الدرع رقم 42. طيب مكملين معاكم، ومن الصفحة الرسمية لقناة الأهلي كمان كتبوا انتهى الإيقاف استعدوا، وده بعد انتهاء مدة إيقاف كهربا واللي انتهت مع مباراة امبارح أمام حرس الحدود. كهربا إن شاء الله بعد مباراة الحرس جاهز للمشاركة بعد انتهاء الإيقاف اللي كان قرره اتحاد الكرة في الفترة الماضية، وهيكون موجود إن شاء الله من مباراة الإسماعيلي. وهنا عايز ألفت انتباه الناس لكلام مهم جدا. ليه بقى؟ لما حصلت المشكلة الطارئة اللي انتهت وعدت وبتحصل في أي أوضة غرفة الملابس لأي فريق في العالم، الموضوع خد مساحة كبيرة جدا من الوقت والناس اجتهدت، وفي ناس حبت تحط شوية شطة شوية على الموضوع كده لأهداف شخصية، وقالت لك أصل الموضوع ده كده كهربا مش هيكمل الموسم مع الأهلي والموضوع انتهى خلاص فنيا، الموضوع مع فايلر وفي مشكلة مع الجهاز الفني والقصة كبيرة والموضوع في كلام كبير قوي بيتقال، أي بلطيق الخطأ في الأهلي بيتم شيطنته. لكن امبارح فايلر قال كلمتين في وسط التصريحات عدت على ناس كتيره، ممكن بقى بقصد بدون قصد، الله اعلم كل واحد ونواياه او كل واحد وسياسه التحرير اللي عايز يتناول بيها الموضوعات. لكن فايلر قال ايه؟ قال كهربا هيكون جاهز معاه من الفتره الجايه، محتاج مباريات ومساحه وقت عشان يجهز بدنيا وفنيا للمرحله الجايه، وممكن اديله عدد دقائق من مباراه الاسماعيلي. ده معنى الكلام ده ايه؟ ممكن اديله عدد دقائق من مباراه الاسماعيلي، يعني مفيش حاجه اسمها ايقاف من فايلر ضد اللاعب واللاعب مستبعد بعد المشكله الاخيره والامر الفني خلاص تازم. في تفاصيل صغيره الناس تهتم بيها، بس زي ما قلت لكم الحاجات الصغيره بتكبر وبتتم بشيطنتها عشان دايما النادي الاهلي يكون سبوت وفي حديث عليه كبير جدا من وسائل الاعلام. طيب نكمل معاكم وصفحه يلا كوره على انستجرام، قالوا على محمد الشناوي السد العالي بيصل للمباراه رقم 18 بشباك نظيفه هذا الموسم في الدوري. محمد الشناوي الحمد لله عامل مستوى متميز جدا، مش من النهارده ولا من السنه دي، لا من كاس العالم 2018 في روسيا. محمد الشناوي رقم واحد واحسن حارس في مصر، وكان عامل بطوله افريقيه متميزه لولا الخروج المبكر للمنتخب الوطني. لكن الشناوي عمل رقم وريكورد قياسي، 18 مباراه كلين شيت في الدوري حتى هذه اللحظة، أقوى دفاع وشباك حراسة المرمى في الأهلي الحمد لله ماشية بشكل طيب جدا. وعلى فكرة في إفريقيا نفس الموضوع، لأن عندي إحصائية عايز أكلمكم على الأهلي إفريقيا كمان ماشي إزاي في إطار السكاونتنج والأرقام، والحمد لله الشناوي عامل موسم ولا أروع، ومش بيتصدى فقط، لا ده أحد صناع اللعب في إحراز الأهداف الفترة اللي جاية. طيب كمان معانا من صفحة ماجيكانو، وبتتكلم على الصفحة الرسمية لماجيكانو على الفيسبوك اللي اشادوا بمحمد الشناوي، قالوا كل ماتش انقاذ بيحافظ على فارق النقاط. هنا حارس المرمى ده هنا اللاعب رقم واحد، عنصر اساسي في اي فريق طالما ماشي بشكل كويس بيقدر يحافظ على فارق النقاط عن اقرب المنافسين. وقلت لكم الشناوي
مش فكره حارس مرمى وبيعمل كلين شيت وبيتصدى، لا كمان بيشارك وبيعمل صناعه لعب للهجمات المرتده وصناعه اهداف. طيب الصفحه الرسميه لموقع في الجول اتكلموا على ان 45% من اهداف الاهلي في الدوري المصري هذا الموسم في اخر ربع ساعه من المباراه، ده الحساب الرسمي في الجول على تويتر، واللي اتكلم على توزيع الاهداف اهداف الاهلي على عدد دقائق المباراه. وقلت لكم في الفقره الاولانيه فقره ترند الترند، شوفوا ازاي النادي الاهلي بيقدر حتى الرمك الاخير وفي الربع الساعه الاخيره يقدر يحرز نسبه اهداف عاليه جدا. على فكره اصعب اوقات المباراه على اي فريق في العالم اخر 10 دقائق واخر ربع ساعه، بل بالعكس كمان الاكسترا تايم او الوقت الاضافي او حتى الوقت الضايع، لان انت عملت مجهود بدني وبذلت مجهود فني كبير وعملت مباراه كبيره جدا، والجزء الاخير ده بيبقى عايز فرق ذو مواصفات خاصه. المواصفات الخاصه دي مش هتلاقيها الا في النادي الاهلي. طيب مزيدا من التفاصيل، والنهارده كان في تدريب صباحي للاهلي استعدادا لمباراه الاسماعيلي، بينضم لي على الهاتف الزميله العزيزه نورهان طمان مراسله قناه النادي الاهلي. مساء الخير يا نورهان. مساء النور يا محمد، مساء الخير عليك ومساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طيب طمنيني، طبعا مباراه الحرس كانت امبارح، مفيش وقت للراحه والجهاز الفني بيستعد لضغط المباريات الفتره الجايه بشكل اقوى، وعنده مباراه مع الاسماعيلي. ما دار في تدريب اليوم على ملعب التتش وجاهزيه اللاعبين، ومين من الجهاز او مين من اللعيبه اللي ريحت في تدريب النهارده، ومين دخل في التقسيمه وشارك بالنسبه للفتره اللي جايه؟ طبعا هو مبدئيا اللعيبه اللي شاركت امبارح في المباراه كان يعني اقاموا ليها بعض التدريبات الاستشفائيه فقط، ويعني التدريبات الخفيفه زي ما بيقولوا يعني. اللي ما شاركوش او المستبعدين كان في تقسيمه قويه وتدريبات قويه بدنيه وفنيه في التدريب النهارده. وطبعا يمكن الملاحظ اكثر حاجه كانت ملحوظه في التدريب النهارده هو وجود كهرباء بمعنويات مرتفعه جدا، معنويا كان يعني متواجد وشارك بشكل يعني جدي جدا. كمان كان في بقى بعض الاحاديث الجانبيه ما بين اللعيبه، يمكن رصدنا يعني وصل هزار كده كانت ما بين رامي ربيعه وباجيو وهم بيلفوا حوالين التراك، يعني الاجواء كلها كانت كويسه وسعيده وحاله من التفاؤل فعلا ما بين اللاعبين. الو الو، معاك يا نورهان. طب طمنيني، كهربا دخل في التقسيمه الجماعيه النهارده وكان موجود في المران الجماعي قدامنا حتى ايه؟ دخل الجمعيه، وكابتن سيد عبد الحفيظ قال لي بشكل بتصريح خاص انه اللاعب جاهز بنسبه يعني 100% ان شاء الله، ويتبقى فقط قرار رينيه بايلر بمشاركته في مباراه الاسماعيلي ان شاء الله. طيب بكره تدريب صباحي برضو، وخلاص داخلين بقى على مباراتين ورا بعض، بقى عندها شعبيه مباراه الاسماعيلي ومباراه الاتحاد. ايوه بكره كمان المسحه الطبيه الرابيد تيست مباراه الاسماعيلي، وهيكون بعديها بقى السفر طبعا المباراه في برج العرب. كمان انا عايز اقول لك يا محمد ان وجود الفريق النهارده في التدريبات كان يعني عامل حاله من يعني الاشاده من حتى اعضاء النادي. المدرب يعني ما فكرش ان هو يريح اللعيبه بعد حتى ما فات، يعني كان حاسس ان في جديه كبيره قوي من المدرب في الايام اللي جايه، خصوصا حسم لقب طبعا الدوري. تمام، زميلة العزيزة نورهان طمان بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات والمعلومات من ملعب مختار تيتش ومتابعة للتدريب الصباحي. بالتأكيد الفترة اللي جاية عندنا مباريات مضغوطة وفي سفر الإسكندرية، لكن الشيء الطيب أنت راجع من امبارح، راجع متأخر حوالي الفجر وراجع من الماكسيم إسكندرية وعندك مباريات جاية، فلا وقت للراحة ولازم تشتغل على طول عشان تحضر للمرحلة الجاية ويكون في ريكفري بالنسبة للاعبين. طيب مكملين معاكم في ترند الأهلي ونشوف اللي معروض معانا بالنسبة للمرحلة اللي جاية. طيب فلاش كورة أيضا اتكلمت على الأهلي بيتصدر هذا الموسم وعامل إنجازات طيبة جدا وبيمتلك أرقام إيجابية، أكثر فوز، الأقل خسارة بالنسبة للفترة اللي جاية، الأقل تعادل، أكثر تسجيلا 60 هدف، الأقل تسجيلا 8 أهداف، فارق الأهداف 52 هدف، وبالتالي النادي الأهلي عامل إنجازات طيبة جدا هذا الموسم رغم كل الظروف وكل المعوقات اللي بيقابلها النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة. طيب مكملين معاكم برضو، وهنا بقى احنا بنتكلم على الروح الطيبه اللي بين اللعيبه. سعد سمير من اللعيبه كده حبه الكريز اللي جوه الفرقه اللي لازم تحب تسمع لها وتقعد معاها وتتكلم معاها، ولعيب روحه كده قويه، لان سعد من المحظوظين اللي لحق الجيل العظيم، قعد فتره طويله مع وائل جمعه ومع خط الدفاع اللي كان فيه عدد كبير جدا من المتميزين، فشرب الصنعه، شرب روح الفانيله النادي الاهلي. امبارح وهو مش موجود في الماتش ومش موجود في المباراه
كتب تويتة عظيمة جدا وبيهني فيها وليد سليمان وبيقول له الله عليك يا حاوي. طبعا احنا فاهمين الكلام والمعاني والتفاصيل لان وليد سليمان بندعمه وكلنا واقفين في ظهره لانه حبه الكريز وافضل لعيب في الدوري المصري خلال هذا الموسم رغم المدد القليله جدا اللي لعبها، لكن لعيب محترف ولعيب متميز بيأدي مباراة قويه جدا مع النادي الاهلي. وليد سليمان ما سكتش على فكره، لو تاخدوا بالكم من فرق الساعات، يعني سعد سمير كتب التويته من 15 ساعه مثلا، مفيش وليد سليمان بعدها بساعات على ما ركب الاوتوبيس وغير ولبس واتحرك في ظرف ساعتين ثلاثه عمل ريتويته للتويته بتاعت سعد سمير وقال له حبيبي يا سعد شد حيلك عايزينك ترجع بسرعه معانا الفتره اللي جايه. ودي الروح الطيبه اللي احنا دايما بنحب نشوفها ونسمعها من كل لاعبي النادي الاهلي. على فكره بتنعكس ايجابا على اللاعبين داخل ارضيه الملعب الروح الطيبه اللي احنا بنشوفها، وده مش هتلاقوه في اي فرقه. الاهلي دايما بيبقى فيه خصوصيه بالنسبه لي هذه الجزئيه. طيب الحساب الرسمي لوطن سبورت اتكلمت برضو على المحطات المتبقيه لحسم بطوله الدوري وقالوا ابرزها موقعه الدراويش، واحنا بنتكلم على مباراه الاسماعيلي ومباراه الاتحاد ومباراه مصر المقصه، 9 نقاط كامله والاهلي يكون بطل الدوري كالعاده. طيب صفحه الاهرام الرسميه على تويتر قالت فايلر بيطلب تقرير عن الاسماعيلي استعدادا لهذه المواجهه يوم الجمعه، اكيد لازم يستعد للفتره اللي جايه ويشوف استعداد الاسماعيلي كمان والتغييرات اللي حصلت في فريق الاسماعيلي. صفحه اليوم السابع قالت موضوع يعني الاهلي يهدد اجاييه بالرحيل في ميركاتو الصيف القادم، هذا الكلام عاري تماما من الصحه، يعني بلغه السوشيال ميديا واحنا بنتكلم معاكو الخبر ده اعمل له بلوك وانت قاعد على اي جهاز كمبيوتر او ماسك تليفونك اعمل بلوك للخبر ده عاري تماما من الصحه. طيب نكمل معاكو ونشوف صفحه سوبر كوره من يتحكم في اوضه اللبس، نشروا تقرير عن مين بيتحكم في اوضه اللبس داخل الاهلي بعد رحيل الكبار. الكلام ده ما بيتقالش جوه النادي الاهلي والكلام ده عمره ما حصل جوه النادي الاهلي، لان هديكم مثال صغير قوي لان برضو هذا التقرير وجهه نظر صحفيه واعلاميه للزملاء، لكن انا عشت جوه النادي الاهلي بتتكلموا حوالي 16 سنه وعدى علي اجيال كتير قوي. في اوقات حتى لو الكابتن اللي موجود بالادميه ومن النجوميه، لكن اوضه اللبس في النادي الاهلي ما بتتعاملش بالكابتنه. ومش هروح بعيد ومش هرجع لفتره السبعينات والثمانينات، خلينا في فتره 10 سنين فاتوا. في فتره كان شادي محمد كابتن الاهلي، وفي فتره كان عصام الحضري كابتن الاهلي، وفي فتره احمد فتحي حاليا كابتن الاهلي ووليد سليمان والشناوي. لكن ال 10 سنين اللي فاتوا كنت بتلاقي اللي بيجمع اللعيبه محمد ابو تريكه، محمد بركات، وائل جمعه. على فكره وائل جمعه يوم ما رفع بطوله افريقيا هو كابتن الاهلي كان في سنه 2013 دوري الابطال. وائل جمعه بيلعب في الاهلي من 2001، هل على مدار 12 سنه حد كان بيفكر مين كابتن الاهلي وائل جمعه ولا مين ولا مين ولا مين ولا صاد ولا صاد عين؟ الكلام ده مش موجود في الاهلي. ليه؟ عشان كده بقول لكم دايما النادي الاهلي جوه اوضه اللبس وحده واحده، ما بيميزش مين الكابتن ومش من الكابتن، لا الكابتن ده هنا ده اجراء معين، ده بيحصل في اي حته في العالم بيبقى فيه كابتن للفرقه لاجراء معين داخل اوضه اللبس. لو المدير الفني عايز اللعيبه في اجتماع بيروح للكابتن يجمع اللعيبه، لو في سفريه من السفريات الكابتن هو اللي بيجمع اللعيبه ويكون موجود معاهم في اجتماعات والكلام ده كله. قدامكم على الصوره يوم ما وائل جمعه رفع دوري ابطال افريقيا ككابتن للاهلي كانت سنه 2013. طب قبل 2013 وائل جمعه ما كانش كابتن الاهلي، لكن حد في وقتها كان بيفكر مين كابتن الاهلي ومش كابتن الاهلي؟ كان شادي محمد كابتن الاهلي، كان عندك تريكه وبركات وائل جمعه وعماد متعب وما كانوش كباتل، لكن كانت في وحده واحده داخل اوضه اللبس. ده موجود حاليا، لا هتقدر تفرق ما بين احمد فتحي والشناوي ووليد سليمان، وحده واحده جوه اوضه اللبس ومفيش حاجه من الكلام ده داخل النادي الاهلي. ودايما اوضه اللبس في النادي الاهلي بيحكمها روح الفنانه الحمراء. طيب اخر حاجه معايا وقدامي عماد متعب. عماد متعب عمل تويته لطاهر محمد طاهر وقال له لفه الوسط دي انا فاكرها، هدف طاهر محمد طاهر امبارح مع المقاولين في وادي دجله هدف عالمي، هدف على طريقه فان باستن نجم الكره الهولنديه. لكن عماد متعب احرز زيها في مباراه الاهلي والزمالك، وعايز اقول لك يعني او عايز اقول لكل المشاهدين هذه المباراه دوري ابطال افريقيا 2004 2005 ما تنسوهاش. عماد متعب احرز هدف عالمي وفي الاهلي والاتحاد الليبي في استاد القاهره، لفه الوسط دي كان مشهور بيها عماد متعب، فعمل لقطه مميزه جدا على تويتر، دخل وغرد وكتب لطاهر محمد طاهر لفه الوسط دي انا فاكرها. طاهر
عايز اقول لكم طاهر محمد طاهر من ساعه ما انضم للاهلي ووقع رسمي للاهلي معمول له مش اقل من 100,000 اكونت كله باسم طاهر محمد طاهر. بتمنى منه انه يوثق اكونته الفتره الجايه عشان اللغط اللي موجود. لكن قدامنا بنتعلم من حضرتك يا ملك التسعين، ده بقى الروح الجميله اللي بتميز النادي الاهلي. عماد متعب اعتزل مش موجود في صفوف الفريق، لكن شوفوا ازاي اللمسه زي دي او حتى جمهور الاهلي لمسه زي دي ازاي لما يكتبها امبارح ويتكلم عليها امبارح ترفع معنويات لاعب لسه قدامه شهر او شهرين على ما يرتدي الفانيله الحمراء بشكل رسمي ويكون موجود مع النادي الاهلي في المباريات بشكل رسمي. دي روح الفانيله الحمراء واللعيب اللي عايز يحقق بطولات ويكون في نادي هو اصلا ملك البطولات عشان يرفع من اسهمه وتاريخه. دايما النادي الاهلي دولابه مليان بطولات، اللعيب اللي عايز يحقق مجد ويعمل مجد بيجي النادي الاهلي عشان يحط اسمه ويحفر اسمه في التاريخ انه يكون لاعب حقق بطولات. فلعيب عارف قيمه ومكانه الاهلي فهيجي النادي الاهلي عشان يرفع بطوله ويتحط اسمه في التاريخ مع نجوم كبار جدا. ممكن حد تاني يفكر تفكير تاني، لكن بعد سنوات هنشوف مين اللي اختار الطريق الصح ومين اللي اختار الطريق الغلط. ودايما النادي الاهلي على مدار الزمن الناس عارفه الاهلي دايما على الطريق الصحيح، والامثله لغايه اللحظه دي امبارح الكل بيقولها بعد اللي مشي من 13 سنه رجع دلوقتي بيقول انا غلطان. فالتاريخ مش هينسى مين اللي عمل مواقف صح ومين اللي عمل مواقف غلط. وكل التوفيق لاي لاعب بيفكر انه ينضم للقلعه الحمراء قلعه البطولات النادي الاهلي مع اعظم جمهور واعظم نادي في الكون. اخرج الى فاصل ثم نواصل وفقره ترند اونلاين مهمه جدا، تابعونا.